السلام عليكم. كشف صباح اليوم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني عن وفاة 85 شرطي بوباء كورونا منذ تفشي الوباء. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني يقوم اليوم بزيارة لولاية البليدة، دشن فيها مرافق شرطية وكرم العديد من السلك الطبي ومصالح الشرطة وكذا الدرك الذين واجهوا هذا الوباء. وقال ذات المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر ثانية وطنيا في خسائر الأرواح بعد قطاع الصحة، لما فيها من مخاطر التعامل المباشر مع المواطنين وكذا حالات كثيرة مصابة بفيروس كورونا المستجد رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.